ما هي الأخبار في أحياء حلب الشرقية؟ ما هي الأخبار في مساكن هنا؟ نعم، حياك الله حسين. بطبيعة الحال الأخبار هي تسر لكل مواطن حلبي ولكل مواطن في الجمهورية العربية السورية. اليوم نتحدث عن الأحياء الشرقية، كافة الأحياء التي تتهاوى أمامها دفاعات الإرهابيين أمام تقدم الجيش العربي السوري. تحدثنا عن مساكن هانان، منطقة استراتيجية الجيش العربي السوري استعادها كان منذ يعني بعد ضربات مركزة وموجهة عبر كافة الأسلحة الثقيلة والوسائط النارية. نتحدث أيضا بأن كل دفاعات الإرهابيين هي تهاوت، والمناطق التي أصبحت تحت السيطرة النارية كمنطقة الحيدرية وامتدادا إلى منطقة الصخور ووصولا إلى الهلك. اليوم نتحدث عن مدينة هنان التي تسيطر ناريا على أجزاء كبيرة من الأحياء الشرقية، والجيش العربي السوري يسعى بعد السيطرة مساكن هنانو ووصولا إلى المقبرة الإسلامية وامتدادا إلى جبل ووصولا إلى عدد من النقاط الأخرى. الجيش العربي السوري يسعى لدخول أكثر فأكثر للأحياء الشرقية والسيطرة على مساحات ورقعات جغرافية أكبر. نتحدث بأن الجيش العربي السوري يسعى أيضا إلى المصالحة بالتزامن مع العمليات التي يخوضها الجيش. عندما يصل الجيش العربي السوري إلى مشارف كل منطقة يحاور المسلحين داخل المنطقة ويخاطبهم بالخروج منها أو يخاطبهم بعمل المصالحة وأن يستغلوا مرسوم العفو الذي أتي من قبل السيد الرئيس في وقت سابق. أيضا الحكومة السورية هي تواجدت وقامت بتأمين نحو 300 مدني خلال اليومين الماضيين، وحتى اللحظات هم خرجوا عن طريق منطقة الصخور وصولا إلى مساكن هنانو وأخيرا إلى نقاط الجيش العربي السوري. نعم حسين. نعم وليد الشارع في حلب، كيف الأجواء لديك؟ هل هنالك حالة ارتياح للتقدم الذي يحرص في أحياء حلب الشرقية؟ أكيد حسين، اليوم مدينة حلب تعيش أيام غير كسابقها. مدينة حلب خصوصا الأجزاء الغربية منها، المناطق التي نتواجد فيها كمنطقة الفرقان وغيرها من المناطق الأخرى، تشهد حالة نفسية ارتياحا صراحة بالحالة النفسية، خصوصا مع العمليات التي تشهدها الأحياء الشرقية من مدينة حلب. كل مواطن يسعى ويكون لديها ثقة تامة بالجيش العربي السوري للوصول إلى الأحياء الشرقية ومن ثم عودته إلى منزله. هنالك عشرات العائلات هم خرجوا في وقت سابق فرارا من يد العصابات الإرهابية المسلحة، واليوم كل هذه العائلات تنتظر القوات المسلحة بالوصول وتأمين الأحياء الشرقية لتعود إلى منازلها وتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة التي مرت على مدينة حلب. أيضا حسين، إذا ما انتقلنا وتحدثنا عن الأحياء الشرقية، نتحدث عن مناطق يدخل إليها الجيش العربي السوري يسعى في الحوار مع المسلحين داخلها، ومنهم من يحاول تسليم نفسه، وأيضا الآخرين يكون لهم الدور بالفلول أمام ضربات الجيش العربي السوري. نعم حسين، شكرا لك وليد، ولفريق الإخبار المتواجد السورية من داخل مساكن هنان، وشكرا جزيلا لك مراسل الإخبار السورية في مدينة حلب.